بتاع اي مريض داخل لنا في عيادة الاعصاب، وان انا اتعود اي مرض كله في العيادة علاج طبيعي عموما يعني. وكنا نقول الكونكلوجن بتاع اللي احنا قلناه امبارح، كونكلوجن بتوع 10 دقايق خلص اللي احنا قلناه امبارح. الخلاصه بتاعته، ان انا لازم اوفر البيئه او الوسط او اكثر الحواجز ما بيني وما بين العيان، بس كل شيء له حدود يعني، عشان الدنيا انا فهمت لا يعني في حدود معينه، بحيث ان انا اقدر اسمع العيان كويس ويقدر ياخدني من النقطه المهمه ويعرفني ايه مشكلته بالايه ايه واصلها ايه، عشان اعرف اطلع البروبلم ليست او الشيك بلاي من عنده. في ثلاث حاجات مهمين اقعد اوصل لهم: الميديكال دايجنوزيس، الشيك بلاي، الفيزيكال ثيرابي اسسمنت. الفيزيكال ثيرابي اسسمنت احنا قلنا ليست لوك موف تاتش، ليست لوك موف تاتش، اسمع العيان كويس قوي والعيان مستمع له، السمع هدفي منه ان انا اوصل لكام نقطه مهمه، ايه هي الميكانيزم اوف انجري، الاونست اوف انجري، الانجري دي حصلت ازاي؟ ديس يوز ولا اوفر يوز ولا ماكرو تروما ولا مايكرو تروما؟ يعني الاصابه او الراجل ده الالم بتاعه اللي جابه او اللي سبب فيه تروما ولا ريبيتد مايكرو تروما اللي هو الاوفر يوز، تكرار استخدام بلود معين فترات طويله عامل المشكله. المشاكل بتاعتنا اللي هي النيورو ماسكو سكيلتال ديس اوردر، سواء على مستوى اتجاه الاعصاب او النيرف روت او البريفرال نيرفز او سنتر نيرف سيستم او المسلز او حاجة تانية الجوينتس، يبقى اما استروجينيك يا مالوجينيك يا نيوروجينيك. الكلام ده خلصناه من الهيستوري بتاع العيان او تاريخ حكايه العيان والكلام بتاع العيان، هعرف ان المشكله هو اتعرض لاصابه ولا جت مع الوقت، ولو جت مع الوقت جت مع ريبيتد مايكرو لود ولا اوفر لود، ده كله هيوصلني لحاجات تانيه لاشياء معينه كريتيريا معينه. بعد كده البين بتاع العيان ده، البين حسب الانتنست بتاعته وحسب هو ميكانيكال او ماسكولو سكيلتال بين اور سيستميك بين. ماسكولو سكيلتال بين هو البين نتيجه مشاكل الماسكولو سكيلتال سيستم. ماسكولو سكيلتال سيستم شغلتها ايه؟ حركه. يبقى الالم اللي يزيد او يقل بالحركه ده ماسكولو سكيلتال بين. الالم اللي يزيد مع الكومبريشن او الضغط ماسكولو سكيلتال بين. الالم اللي هو ثابت سواء اتحركت او ما اتحركتش ده سيستم. الالم اللي يقل بالبريشر الالم نايت اند داي بين سيستميك. الالم نايت اند داي بين ماسكو سكيلت، نايت اند داي بين سيستميك، داي اند نايت ماسكو سكيلت. ما احنا بنتحقق السعي بالنهار ولا بالليل؟ بالليل انت بتلاقي الليل بتتم في الامور الطبيعيه. تمام. النقطه اللي بعدها، البين ده حسب الكلاسيفيكيشن بتاعك يا اما اكيوت اصابه اكيوت يا كرونيك، وقلنا بنحكمها بثلاث حاجات، يا حاجتين، يا اما التايم يا اما الروتيجيتد او الاجريفيتد فاكتور. يا اما التايم يعني المده اللي بدا منها الالم، يا اما الاجريفيتد فاكتور او اللي بيزود او يقلل، انكريزنج اور ديكريزنج البين. اللي بيزود الالم او يقلل الالم، لو انا النهارده بتكلم في سيستميك بين بريشر بالضبط، لما يكون احنا عندنا مرض سكيلوي لما يكون واحد عنده كسر هيضغط عليه ولا ما يحطه كده ما يقربش منه؟ ده واحد. يبقى الالم لو هو مصر سكيلتال يزيد مين؟ البريشر يزيد بالحركه او يقل بالحركه. اما السيستميك ايه؟ واحنا عندنا مصر لو اتحرك مشي وقف اتحرك هيجي معاه؟ لا. لكن لو ضغط عليه يقل. الالم بتاعي السيستميك ديزيز نايت اند داي، نايت اكتر منه بالنهار. كده متفقين؟ النقطة الثانية، على حسب بقى الألم ده بقاله كام يوم؟ لو بقاله يوم من يوم لسبع أيام ده أكيوت، من يوم لسبع أيام أكيوت، سبع أيام أو 10 حسب التشن، من سبع أيام أو من أسبوع لحد ثلاث أسابيع صاب أكيوت، من ثلاثة لست أسابيع كرونيك يعني حسب أسابيع، وده مرتبط بالفسيولوجي اللي هو عباره عن انفلاماتوري ستيج، بروليفريتيف ستيج، ماتوريشن، يبقى انفلاماشن، بروليفريشن، ماتوريشن، وبعد الماتوريشن بعد ست اسابيع يبقى ريموتنج ستيج. يبقى اي هيلينج بروسيس بتمر بثلاث باربع مراحل، انفلاماتوري، بروليفريتيف، ماتوريشن، وبعد
وبعد رومودلنج ماتيوريشن وبعدين في الاخر رومودلنج. الرومودلنج اللي هو ايه؟ ان التوش بياخد الوضع الطبيعي بتاعه وزي ما كان قبل الاصابه. فالالم لو موجود في الاول، الالم موجود سواء ساكت او متحرك هيبقى ايه؟ اكيوت. معناها ايه اكيوت؟ اسباب الالم حاجه من ثلاث، او مستثمرات الالم حاجه من ثلاث، يا كيميكال يا ميكانيكال يا سيرفر. يعني انا هتوجع لو في كيميكالز رياكشنز او كيميكال ميديت مش موجوده عملت ستيميليشن للنوز سيستم، او ميكانيكال بشد او اضغط، او سيرفر احط حراره بتوسعني او احط برد بتوسعني، هو رياضه الحراره اللي الاثنين هيعملوا بالك، ممكن يبقى الالم اللي بيوصل الالم او بيعمل الم يا سيرفر يا كيميكال يا ميكانيكال. الكيميكالز هي عباره عن نستميل لايف سبسنس وبيوتوكاينين والويست برودكتس اللي موجوده في منطقه الانفلاميشن والبريك داون بتاع التشو دي بتستميليت التشو. طول ما في انفلاميشن يبقى في نيوكليس ماتيريال، نيوكليس ماتيريال، نيوكليس ماتيريال او سبسنس بتعمل استميليشن لمين؟ للكيميكال ريسبتورز بتاعت البيت ريسبتور. يبقى الالم سواء انت بتتحرك او ما بتتحركش هو موجود. طب خلاص الانفلاماتور مشكل وانت النهارده بقيت بروفيلينج ستيج اللي هي الخلايا اللي هي الفايبر ماسل بدات تحط الكولاجين فايبر، والكولاجين فايبر دي ان مكلوب يعني مش ناضجه بالشكل الكافي وما عندهاش القوه الكافيه انها تتحمل اللود. اول ما تبدا تحمل عليها وانت حملت عليها يبدا الالم يظهر. طالما ظهر الالم في الحاله دي يبقى انت حملت على ان مكلوب تشن، يبقى ده صابع كده. لان ساعتها الالم مستثمرات الالم هتبقى مين؟ جزء منها كيميكال بس المعظم ميكانيكال. الجزء في جزء كيميكال بس المعظم ميكانيكال. جزء كيميكال بس المعظم ميكانيكال. الميكانيكال اللي هي ايه؟ اللون اللي عكسه الالم هتدور فشديت عليه فبدا يظهر مين؟ الالم عمل سيميليشن للميكانيكال والسيبتوس وكروس سيبتوس. فتوصل الالم. فالالم اللي يظهر في اول الحركه وبعد ما تتحرك شويه يقل ده اسمه مين؟ سب اكيوت بين. البين اللي يظهر بعد لما تخلص شغلك وتروح وتسمع جهه بيظهر الم ده كرونيك بين. يبقى من وصف العين الالم اقدر اعرف هو الوصف والمده بتاعت الوجع اقدر احكم منه ده اكيوت ولا سب اكيوت ولا كرونيك. ده واحد. النقطة الثانية في الانترفينشن بتاعي او التدخل بتاعي او الميديكال او الفيزيكال ثيرابي تريتمنت بتاعي، لو انا بعمل التمارين اول ما عملت التمارين لقيت الالم زاد كنت وقف. الم زاد وتهدي شوية بعد ما عملت كام حركة ورحت جيت بدل الالم يهدى. الكلام ده التندم ده او التشو اللي انت بتشتغل عليه ده بقاله روبري تقريبا عدى ثلاث اسابيع او 10 ايام كان في الشغل. لان هي فيسيولوجيكال بروسيس وتايم فاكتور فيسيولوجي تايم كل حاجه لها عمر عشان تتعدي بيها عشان تلتهي. طب انت النهارده لما جيت تتحرك مع العين تحرك او تبدا او تفرد او تشيل على التندون ده لقيت الالم ظهر في اول حركه، سبت العيان رحت شويه ورجعت له تاني عملت معاه تمارين لقيت الالم لما بدات اهدى من المره اللي فاتت يبقى ده هيل. واللودنج او التشو اللي انت بتعمله ده طبعا هتقول ايه؟ نتيجه الهيل نفسه وان التمارين بتاعتك هتحسن الالم وهتغير الكولاجين فايبر وانت تتحمل وزن الفيزيولوجيكال ويف. لو رجعت تاني وبقيت تبدا التمارين معاه تاني اي تمارين تاني وتعمل معاه محاوله تانيه ولقيت البين زاد يبقى انت كده التحميل بتاعك بدري او اللود او الحركه في الوقت الحالي قبل ما عدل. يبقى انت مضطر ان انت تاخر الاكل او الحركه بتاعتك شويه لان انت بتحمل الوقت على صاب اكيوت تيشو بروفيكتيف ستيج هيلينج قبل ما عدل. يبقى انت تقدر تعرف التيشو من جوه والهيلينج بتاعه وانت بره. عملت الاستاذات اللي المفروض تعملها اللي هي جايد اللي هي مكتوبه في الكتب. جيت تعملها لقيت العيان مش موجوع وعنده الم يبقى ده ايرلي او اوفر لود. اتقلب اتعيد تاني سيبه تريح شهر تيجي إيه تمرين تاني لقيت المره الثانيه الالم اقل والعين قادر يعمل احسن يبقى انت اون ذا سيف. انت دلوقتي في السيميليكال ويندو بتحمل الوقت المطلوب بالطريقه الصح ريح وارجع تاني هتلاقي الالم احسن. يبقى اللي هيحسن الالم كده في الوقت ده مين؟ الحركه.
وانت كده بتحمل صح. يبقى تقدر تعرف من الالم الهيلينج حصل ولا لا، والهيلينج ماشي صح ولا لا. طب انا النهارده عملت التمارين وخلصت الجلسه والعيان روح وزي الفل، بعد ما روح بساعه جسمه هدي ظهر الم، الالم ده اخد ساعه 2 3 4 وراح، يبقى ده ايه؟ عادي، ده اللوك بتاع التمارين. طب قعد يومين زي يومين وجاي لك الجلسه الثانيه ولسه البين موجود، وانت بتتعامل مع تيشو تندون او ليجامنت سبرين او سبرين، اي تيشو بتتعامل معاه او كارتش او منسكس، وجاي لك الجلسه بعدها لحد الجلسه عنده الم، يبقى انت كده اللوك اللي عملته ده اوفر لوك، يبقى يقلل لوك يقلل الريبيتيشنز، لان احنا بنحترم اربع ركائز اساسيه: اناتومي، فيسيولوجي، باور ميكانيك، سيرجي. الفيسيولوجي زي ما احنا بنتكلم كده، انت مش شايف جوه، انت بتبدي وبتعمل اكشن ومصادر الاكشن، ومختلف التايم فين؟ ان هو الوقت ده كده خلاص انفلاماتي، الوقت الثاني بروكريتيك اللي هو من 10 ل 21 يوم، من 21 يوم ل 6 اسابيع ده ماتوريشن، بعد 6 ل 3 شهور ده المودي ستيج ده الاقوى والافضل، ويبقى خلاص تقدر تتحمل وانت مطمئن. ده بالنسبه لمين؟ لكل الماسك والسيليكال تيشو اكسبت سباين. السباين الاكيوت بتاعه 0-3 اسابيع، السب اكيوت من 3-6، الكرونيك من 6-12، من بعد 12 يبقى اول 6 اسابيع اكيوت، 6-12 سوري سب اكيوت، 12 اسبوع كرونيك، يعني بعد 3 شهور كرونيك، 6 اسابيع شهر ونص اكيوت، من شهر ونص ل 3 شهور سب اكيوت، بعد 3 شهور بين ده كرونيك بين ده عند السباين. يبقى السباين الدنيا اضربها في 2، اضربها في 2، تضرب السباين في 2 زي التن والليجاس بيت بيت الازر تيشو، يعني نقطه السباين كل حاجه مضاعفه، يعني الاكيوت عندنا في السباين 6 اسابيع تقريبا زي ستيج 2 ستيج 3 ستيج 2 اللي هي السب اكيوت عن 3 اسابيع، من 10 ايام ل 3 اسابيع، هنا بنتكلم في كام؟ 6 ل 12 شهر ونص ل 3 شهور. كرونيك ستيت بعد شهر ونص، كرونيك ستيت بالنسبه للسباين بعد 3 شهور، تضرب فين؟ في 2 مدة. ده كهس. النقطة اللي بعدها وكانت مهمة جدا، إن أنت سمعت العيان لازم تبقى عندك الباص ميديكال هيست، زي العيان ده دايبيتيك، أسيد أسكلوريتيك، هايبر تنسيف، كاردياك، ريسبيراتوري، إندوكراين سيستم، يعني هاد تو بي كونسيدر إن جيبس. عيان السيرويد، عيان الادرينالين جلاند، عيانين الدياليتس، الهايبر تنسر، الباراثيرويد، كل الاندوكراين ديس اوردرز لازم تاخد بالك منها قوي وانت بتتعامل مع عيانين مصر سكيلتال تيشو بشكل او باخر، لان الباراثيرويد والثيرويد مرتبطين، الثيرويد مرتبطه بالميتابوليزم، الباراثيرويد مرتبطه بالتيشو بالبول كواليتي، الكالسيوم والفوسفرس والابسوربشن بتاعهم والفيتامين وفيتامين كي، ده كله مرتبط بمين؟ بالاوستيوبروتس. الرئه والفشل الكلوي ده مرتبط بالاوستيوبروتس، بفئه العظم، تركيز الكالسيوم والفوسفورس اللي موجودين في الدم اللي مرتبطين بالمصل ميتابوليزم والمصل كونتراكشن. ده اندوكراين. السكر والدايابيتس والانسولين والقصه بتاعته والصوره بتاعته كامله مرتبطه بامراض كتير جدا، زي اي تيشو، اي عيان مريض سكر بور تيشو كواليتي، بور تيشو هيلي. يعني انت النهارده لو بتتعامل مع عيان دايابيتس ميليتس، عيان سكر، هو عنده روتيتور كاف تندرايتس، عنده تنس الكو، عنده ليكر فان، عنده كاتيلو اكيليس، عنده فاجان بارنيه وباتيلر تندوز، السكوب بتاعك في تعامل مختلف. واي؟ من ضمن الميد كومبليكيشن اوف دايابيتس از اسيدوسكلوز اوف مايكرو اند ماكرو سيركيليشن، بيأثر على المايكرو والماكرو. يعني بيعمل اسيدوسكلوزس في الشعيرات الدقيقه والشرايين الكبيره. يعني بيعمل اسيدوسكلوزس ويعمل مين؟ يعني سمبوس والبليزم وحاجات، يعني كل المشاكل بتاعت الفاستر سيستم اصلها مين؟ سايليتس. سكر اتوجد يبقى الاسيد اتصاب والشرايين اتوجد، الاسيد اتوجد. الاثنين موجودين يبقى الهايبر تنشن موجود. دايره كلها ثلاثي مع بعض. في دايابيتس في هايبرتنشن، في هايبرتنشن ودايابيتس، يبقى دي على طول بقى دايما ثرومبوليس جلطات ما بين
ادينا الثرومبوسفل ده هيبقى موجود. يبقى الكلام ده بتقول ايه؟ لان احنا هيجي لك عيان عنده دايابيتس. الدايابيتس ده عنده فلويد شولدر. عيان انت متوقع البروز بتاعه هيبقى زي عيان عنده فلويد شولدر ما عندوش دايابيتس. لا واي؟ لان الدايابيتس بيأثر على الهيلينج بروسيس. الدايابيتس بيأثر على ايه؟ لانه بيأثر على المايكرو سيركيليشن والمايكرو سيركيليشن. واي فلويد شولدر ده كابسولايز او انفلاميشن في الكبسول. والانفلاميشن ده هيجي فايبرسيشن. الفايبرسيشن تعمل انفلاميشن للرينج موشن بتاع الشولدر. وانت عاوز تحسن ده عشان يرجع تاني. طب ما هو خد وقت اطول عشان يهيل وبالتبعيه مور فايبرس تيشو مور ادهيشن مور ليميتيشن. انت عاوز وقت اكبر وده هتبقى بالنسبه لك لان انت هتسال السؤال ده من العيان هو التحسن التحسن بطيء ايه؟ لان ممكن يكون مع عيان نفس الاثنين عيانين زي بعض وجايين مع بعض وهم قاعدين بره في الانتظار اتكلموا مع بعض. انت عملت كام جلسه؟ انا عملت 6 انا عملت 12. التحسن بتاع ده التحسن بتاع ده وانت بتتكلم مع عيان وتحط البلان اوف تريتمنت بتاعك يوهاد تو مان ذا بيشنت اكسبكتيشن. وات دوز ات مين؟ البيشنت اكسبكتيشن توقعات العيان التحسن. لازم انت حاطط له خطه وتقول له والله احنا هنعمل ده متوقع التحسن يبقى وزن كذا والتحسن هيبقى كذا ممكن يبقى كذا واحنا عشان بنعالج كذا عشان تضمن لي تحسن اسرع يا ريت خلي بالك من السكر تظبيط السكر 50% من سرعه التحسن. وده حقيقي ده فيسيولوجي هو لو ما عملش ده هيأثر فعلا التحسن. النقطة الثانية ده كسكر بالنسبة للمنظور ده لو أنت بتتكلم في عيان جامبر دي تندرايتس أو تندينوز أو بارشال كير في التندنز بتاعت الكوادسيبس وهتعمل له فيزيكال سولار تريتمنت وهو دايابيتك هتتكلم معاه بالقصة دي. العيانين بتوع رينال فيليا اللي بيغسلوا كده من أكثر العيانين أو رينال ديسوردرز من اكثر الناس العرضه للتير او قطع الاوتار في الجسم وخصوصا الكوادريسبس والباتيلا تندنز والتندو اكيدس بعدهم. يبقى انت عارف ده يعني ده كله سيستمي حاجات تبع البطن بس احنا رايحين بقى فين؟ لما اتكلمنا امبارح وقلنا الاسبيراتري والفاسكولار سيستم والاسسمنت بتاعها كورن ستون از اسسمنت وتريتمنت والرياب بتاع عين توتا دي ريبليسمنت وتوتا شولدر ريبليسمنت. انت رايح لعين توتا هيد ريبليسمنت. هو عمل توتا هيد ريبليسمنت ليه؟ عشان الفراكشر نيك فيمر. طب الراجل ده النيك فيمر فراكشرز من اكثر الاماكن والسايت اوف ذا فراكشر كومبليكيشن للبلبوليك امبوليزم. يبقى انت النهارده لو بتعمل لو عين توتا هيد ريبليسمنت وانت ما تقدرش تعمل فاسكولار اسسمنت قبل ما تبدا مع علاج طبيعي انت رايح تحركه عشان تخوفه وتقعده ممكن تموته. فاهمين انا بقول ايه ولا لا؟ فعشان كده احنا بنتكلم في العظام او بنتكلم في الاسسمنت او الشيت ما بنتكلمش في منظور بقى اكل واخد. انا بتكلم في منظور كامل هيد تو هيد البني ادم كامل من منظور بطنه ومن منظور شيست ومن منظور كارديو ومن منظور دايابيتس من منظور هايبرتنشن من منظور اثيروسكلروز من منظور دي فينا ثرومبوز من كل ده ببص عليه عشان اعالجه. منظورنا بقى كعلاج طبيعي والاسسمنت بتاعنا ليسن خلاص خلصنا الكلام ده العين بقى بتاعي اول ايه اول اوت واتكلمنا اي تيست او اكزامينشن بعملها للعيان تتطلب ثلاثه كرايتيريا ايه هم؟ واحد ريليابيلتي ريلايبل تيست فاليد تيست سيجنيفيكس. يعني ايه ريلايبل؟ يعني انا النهارده عملت التست الدكتور امين عملت الدكتور عبيد عملت وهتطلع نفس هنتابع نفس الدكتور ده ريلايبل بتطلع نفس النتيجه تقريبا. فاليد يعني انا النهارده بعمل اختبار اختبار الحمل هيطلع ان هو حامل او لا بعمل سونار يبقى اعرف في حاجه معينه. فاليد صالح الفاليديتي يعني صلاحيه يعني صالح للقياس ده يعني بعمل الماكمان والتيست ماليسيس بعمل اكيد درور للاس ال بعمل البيفو تشيك للاس ال بعمل قبل كومبريشن تيست ماليسيس ما عملوش للاس ال يبقى ده فاليد للماليسيس وده فاليد لمين؟ للاس ال ده معنى كلمه سيجنيفيكانس يعني سيجنيفيكانس يعني انا لو انا عملت دكتور محمود عمل محمد عمل واي كان اللي هيعمل التيست بنسبة 60 ل 70 80% هيطلع النتيجة بتاعة
significance اسمها sensitivity and specificity. sensitivity ضربنا نموذج بسيط جدا ان التيست يكون قادر على اظهار مشكله العيان وقدرته او نجاحه في ان طلع المشكله عند اللي عنده المشكله. يعني قلنا لو عملنا اختبار حمل ل10 ستات حوامل والاختبار اللي عملناه ده طلع 9 من 10 حوامل فعلا هم متاكدين هم حامل. وعملنا اختبار للتسعه طلع 10 طلع 9 من 10 يبقى التيست اللي عملناه ده سنسيتيف بنسبه 90%. عملنا نفس الاختبار ل10 رجاله طلع منهم واحد حامل. اللوجيك الراجل بيحمل يبقى هو طلع واحد مستحيل يكون عنده مشكله عنده مشكله يبقى هو سنسيتيف بنسبه كام؟ 90%. سنسيتيف بنسبه 90 لو طلع اللي عنده مشكله عنده مشكله. لو طلع واحد من 10 اللي عنده مشكله ما عندوش مشكله طلع فرصة انه عنده مشكله وما عندوش مشكله ده اسمه ايه؟ سبيسيفيستي 90%. ده سنسيتيف سبيسيفيستي عشان لو الناس بتجيب ريفرنس بيز ودخلت في بيبر او بتجيب ابحاث او الناس اللي بتنزل بالايه؟ بالسيرش وورد والبيبر وورد والجايد لاينز بتبقى عارف يعني ايه سنسيتيف سبيسيفيستي. سبيسيفيستي الاثنين تحت قدر زي امبريلا وايه؟ وسيجنفكنس. ده اكزامينشن بتاعتنا. بعد كده دخلنا على ايه؟ خلصنا البين وقعدنا نتكلم عن البين والانتنس والديوريشن. في نقطه ثانيه مهمه جدا اللوكيشن. اللوكيشن بتاع البين. البين يا اما لوكلايز يا اما حصل له يا سنترلايز يا سنترلايز يا بيترلايز. سنترلايزيشن وبيترلايزيشن. يعني ايه سنترلايزيشن وبيترلايزيشن؟ يعني الالم موجود في نفس المكان وفي الحته بتاعته اللي عامل فيها الوجع او راح في حته ثانيه بقى حته الوجع. رحنا حته ثانيه لحته الوجع يا اما ريتيكولار يا اما ريتيكولار. يعني انا النهارده عندي وجع هنا في قلبي عضله في القلب عضله القلب فيها وجع يبقى الالم هنا موجود ده سنترلايز نفس المكان. طب والله الالم سمع في الكتف بقى بريفرلايزيشن. بريفرلايزيشن الالم اللي موجود في الكتف نتيجه الم في القلب ده اسمه ايه؟ ريفير بين. اسمه ايه؟ ريفير بين. طب الالم اللي موجود في الرقبه ديسك ومسمع في ايدي نتيجة ديسك. الألم في الرقبة ده الأصل. مسمع في إيدي ده ريتيكولار بين. طالما نيرف رود كومبريشن. نيرف أقدر أحدد مكانه وأرسم مكانه والمكان ده بياخد بنفس الرود بنفس الدرماتوم بنفس المكان اللي هو عند الرود اللي اتضغط ده اسمه إيه؟ ريتيكولار بين. يبقى الألم يا إما سنترال يا إما بريكولار. سنترال في نفس في مكان المشكلة. بريفرال راح لمكان تاني يروح لمكان تاني يا اما يسمع بنفس المكان بخريطه مكانيه وزمنيه معينه اسمه ريتيكولار بين وده مع حالات الديسك كولابس او ريفير بين. المكان ده اللي هو ايه؟ والقلبي او كتف وقلبي بياخد من نفس جذر العصب فبالتبعيه الالم اللي في القلب يسمع في الكتف ده اسمه ريفير بين. او عندي سبوندلوز او خشونه على مستوى معين من الفقرات فالالم اللي في الظهر مسمع في رجلي بس انا مش عارف احدد مكانه. يعني انا ما اقدرش احدد مكان الالم اللي في كتفي بالظبط. عندي وجع في كتفي عميق بس فين ما اعرفش احدد مكانه. ده الالم اللي هو التسميه بتاع مين؟ القلب. ونفس القصه الالم التسميه بتاع مين؟ السبوندلوز. وده هياخدنا لنقطه ثانيه. يبقى حسب اللوكيشن. يبقى ده اللوكيشن بتاع الايه؟ سنتراليزيشن او ريفرزيشن. كل ما كنت بتتعامل مع عيان سباين عيان سيرفايكال او لمبر ديسك والالم بدا يقل في الايد ويزيد في الرقبه او يظهر في الرقبه يبقى المشكله بدات تتحسن يبقى ده جود ساين بروجنوز. كل ما الالم بدا يقل في الرقبه ويزيد في الايد المشكله يقول لك الالم راح من ظهري لطول بس شكاكيك بتقطع فين؟ اعرف ان انت لابس الحيط ماسك العيال وماشيين متقسمين في الحيط. طب الالم والله قال في رجلي بس ظهري بدا يبقى فيها وجع ما كانش موجود. انت ماشي في الطريق السليم. انت ماشي فين؟ السكه الصح. كل ما الالم حصل له سنتراليزيشن الالم بقت رجلي كلها وكل الالم دلوقتي ما عادش تحت الركب، الالم عاد في الكف والظهر. انت ماشي صح. الالم كان في دراعي كله ما عادش على اخر الالم في الكوع والالم في دراعي دلوقتي في العضد وكتفي. يبقى انت وانت دراعي انت في الطريق الصح. يبقى الالم بدا يقل بره ورايح. وضربت نموذج ده خناقه بيننا وبين بعض دلوقتي اللي بعيد سامع الصوت كل ما احنا مع بعض اللي يحصل
بشرط ان يكون صادق اونس سيفير دي اكي للماتيريال ديستريبيوشن. تاني بشرط صادق اونس سيفير دي اكي للماتيريال ديستريبيوشن. يعني انا ادي ارسم لك مكان الان بالظبط ده ساعتها يبقى ايه؟ ريزيرف ولا بين ليس. بعد شويه ناخد السيناريو بقى عشان لازم نكمله للاخر. مشاكل السباين اللي بيشيل اكتر يقع بالاول ولا اللي بيشيل اقل يقع بالاول؟ اللي بيشيل اكتر ويقع بالاول. هو البادي ويت ديستريبيوشن 80% من البادي ويت فين؟ انتيجي، وال 20% فين؟ والستيل. اللي عامل ويت ديستريبيوشن مش قادر الويت ووسع الويت فين؟ الديسك. طب الديسك بتاعي هعدوا 10 15 سنه تعبان، بعد شويه الويت بيشكل فين؟ والستيل. يبقى مين اللي اتاثر؟ الفاسد. والفاسد ده مين؟ ترو سايكوكال جوينتس سايكوبوكسيال جوينت، تو سايكوبوكسيال جوينت موجودين سرفايكل ولمبا، والاثنين سايلوبيا والاثنين لهم كارتج وهيلاقي كارتج، يبقى يحصل فيهم مين؟ اوستيوارثروز. طب الاوستيوارثروز والاوستيوبروزس امبارح قلنا عليهم ايه؟ ايجي. يجوا بعد 40 ل 60 الاوستيوارثروز والاوستيوبروزس ايجي بروسيس، يجوا بعد كام؟ ل 40 ل 60. يبقى متوقع ان انا عندي اوستيوارثروز في السرفايكل او اللمبا بعد كام؟ 40. طب الاوستيوارثروز تيجي فين؟ في الليفلز الاعلى اللي هو من 5 و 6 4 و 5 5 و 6 سرفايفل. تيجي في اللمبر 4 3 4 4 5 3 4 2 3. بس اللي تحت ايه برضه؟ اللي تحت الجيناش الاول. بلاش النقطه دي دلوقتي، خلينا بس النقطه الاهم. النقطه الاهم دلوقتي الالم كان فين؟ في الرجل او الدراع، في رجل او دراع، في رجل او دراع، في رجل او دراع او ظهر او في رجل. بعد شويه اتعالجنا وتحسنا والالم سنترالي اتحسن العيان. عيان سباين العلاج بتاعه 90% البين ويزن 6 ل 12 اسبوع هيروح. الاصل في العلاج تو بريفنت او ديكريز الريكرنس ريت which is هيكون 60 ل 80% الالم راجع تاني. يبقى النجاح مش علاج الالم، النجاح ان العالم الالم يشوف اسرع. والنقطه الثانيه الاهم ان الريكرنس ريت ايه؟ كلنا بنسمع عين الظهر، كان ظهري بيوجعني، كل ده شيء في نفس الميعاد ظهري بيوجعني. في نفس الميعاد من كل سنه. لو نجحت في الالم ده ما جاش قعد سنتين ثلاثه ما فيش نفس الميعاد وده نجاح. يبقى كده اتعالج العين. لكن لو الالم كل سنه في نفس الميعاد دي يبقى انت عملت ايه؟ هو خدت الواحد. مش باللي انت عملته. لانه معروف ان ستها هيرجع تاني 5% من الالم ده نفس الميعاد. يبقى لو انت نجحت ان انت تخلي الالم ما يرجعش يبقى انت نجحت فعلا. لو بدل العيان ده بدل ما كان يقعد اربع لست اسابيع عشان يخف بقى اسبوعين ثلاثه فرجع شغله بدري ده نجاح. ده النجاح في العلاج مش نجاح في الالم هو. يبقى السبوندلوليس ديجنريشن في الديسك اللود شكل من قدام تبوستيريور بدا يحن بقى على مين؟ على الفاسد ورا. بدا الالم هو كده مش عامل اريتيشن للنيرف رود مش ضغط على نيرف. ضغط الالم كده هيبقى مين؟ الم سبوندلوزيس. احنا كنا الالم هو ايه المره اللي فاتت؟ اللوكيشن بتاعه رجليه او دراعه ورقبته او ظهره بعدين. المره دي بقى في السبوندلوزيس سواء لمبر او سيرفايكل ظهره او رقبته ورجله. المره اللي فاتت قلنا تحت الكوع وتحت النيل. النهارده لا، نيفر ايفر انه ينزل بعد رجل او الكوع، بعد الكوع كله او الكوع. يبقى عندي سبوندلوزيس هتلاقي الالم فين؟ هيقول لك وجع في دراعي بس ما بينزلش ليه؟ او وجع في الكوع مش عارف ايه. والنقطه الثانيه الالم بتاع السبوندلوزيس ريفير نوت ريديكولر. يعني ايه؟ يعني العيان يقدر يقول لك ما يقدرش يحدد مكانه، ما يقدرش يقول لك الالم هنا، يقول لك وجع في دراعي. تاني وده كوريك بين نوت اكيوت وصاب اكيوت. يعني الالم جه والالم بتاعه طالما كرونيك يجي امتى؟ لما بقف كتير في المطبخ، لما بركب عربيه مشوار طويل، لما بقف في المكتب فترات طويله، لما بمشي مشوار طويل اروح جسمي يهدى الالم يظهر. شفتوا بقى احنا بنقول ايه؟ انتوا معايا ولا؟ هو ليه في الراديكولر بينزل تحت النيه واللي تحت الالم؟ عشان القصد الالم ضغط على الليفل. طب في الريفير مش ضغط، مش ضغط، دي اريتيشن. طب ليه المستوى تحت؟ عشان
ليه مش مثلا لغايه فوق؟ عشان الدباتوم مش من كل تحت، مش كده نعمل دباتوم بس مش النهارده ولا من كل تحت. صباح الخير. تاني يبقى احنا بنقول ايه اهو؟ الالم هيبقى في رقبتي او في ظهري اكتر، رقبتي وظهري بيوجعوني، الالم بتاعها او الالم ده بتاع الكروني بتاع كل البيت ده مش هيكون اصابع هيكون ما حصلش انجل، لان ده مش جسم شريانيتي او بالك او سكوستريتي، مش حاجه اتقطع بدرجه او حاجه ظهرت او حاجه اتهنت، لا مش الكلام ده، حاجه موجوده نتيجه ايه؟ وير اند تير في عيد البروسيس او ريبيتد مايكرو توب لودنج فترات طويله قاعده على المكتب فترات طويله، الكلام ده كله فالم هيبقى ايه؟ كرونيك بين. يعني انا بيجي بعد مجهود، بعد قعده، بعد وقفه، اول ما اصحى من النوم الصبح مورنينج ستيفنس، احس بتكتيف وحط بعد ما اتحرك نص ساعه الدنيا فكت، ده كله سكوندري جينيتيك تشينجز، ده الام ولا الدين. الالم ما تنزلش تحت القوه، الالم في الدراع بس، وفي الرقبه اكتر منه في ايدي، في ظهري اكتر منه في رجلي، ده يبقى ايه؟ سكوندري. وسن العين ده كام بقى؟ 40 لحد 60 او 55. طب احنا بقى دلوقتي وصلنا لحاجه ثانيه، الديسك قدام فقد المايه واللود شاف ضغط المسافه قل، حصل اوستيوبايتس وليدنج من بادي من قدام زائد اللي بيصير قدام من ورا، والضغط من ورا بتاع الفورامين والفاسيت والاثنين زي الاوفيسيال جوينتس كونوا اوستيوبايتس حجمهم وهايبرتروفايت فيهم ضيقوا الكره، المسافه البينيه اللي بينهم قلت، كان في ليجا متمسك من الفار من لامن الاثنين اللامن اللي فوق اسمه مين؟ ليجامنتم براد هو الاستيك، استيك وتشد الشد اللي كانت الحاجات اللي كانت شده داخل هيحصل له ايه؟ باكلينج هيتكور فاسمه مين؟ فيرتيبرال ضيق الفيرتيبرال كانال، يبقى ضيقت من ورا من الاثنين لامن اللي مكونين الباين بروسيس، وضيقت من قدام من الديس نفسه، وضيقت من الجنب من فورم من المخرج من الاسره الصوتيه الاسكندريوز بتدخلك في مين؟ في ستينوزس. السيناريو التاني ستينوزس من 55 الى 70 80 الاستينوزس من 55 وطالع، كنا بنقول هناك الالم فين؟ رجلي والظهر، وبعدين قلنا الالم فين؟ في ظهري او رقبتي ورجلي وما بينزلش تحت الركبه. دلوقتي هنقول ايه بقى؟ بايلاترال لور ليم بين. في الالم في الرجلين اكتر منه في الظهر. الالم في الرجلين اكتر منه في الظهر، الراجل مش بيشتكي في ظهره ولكن بيشتكي لما يمشي شويه او يقف شويه رجليه الاثنين مش شايلاه الشكوى. ولازم اقعد على الارض واوطي جيبي مكانه، لو هو سنه صغير هيبقى محتاج اوطي جيبه عشان يروح ريفليكشن، لما يروح ريفليكشن بيعمل ستريتش على مين؟ على جامد امبراه فيعمل وايدنج ويوسع مين؟ الاستنوزس تبقى الجنان والفرن فالنيل جرود والكودا يكوينا تنفس الصعبات فيقدر يكمل المشي تاني. والالم في رجلين الاثنين مش رجل واحده هناك كان يا ريت يا ريت يونيلاترال ممكن يبقى بايلاترال بس الكومن مش كومن، الكومن ايه؟ يونيلاترال اوفر ليم او يونيلاترال لور ليم سواء ريفيرت او ريفيرت ستروتيك بين ده اللي بيجي في ستينوزس. في نقطة تانية قلنا الوركينج وعملنا 10 سلايد، كل سلايد مع القعدة مع الوقفة مع الشيل مع 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 ألم ستينوزس الالم الوحيد يعني اكبر الاخبار الحزينه اللي تسمعها مع عيان جاي ما فيش بلاد طبيعي انه يقول لك لما المي بيجيب مع المشي ده خبر سيء. لما تسمع الكلام اللفظ ده للعيان الالم بيزيد مع المشي ده خبر سيء. طب زاد مع المشي لما يزيد مجرد ان انا فريكشن يقل ويروح ولا يكمل؟ لو عملت فريكشن راح او قعدت وراح، لو عملت فريكشن قعدت فريكشن راح يبقى ده مين؟ نيورولوجيكال انديكيشن. لو قعدت واستنى برضه شويه بعد ما قعدت زي التيست بتاع البايك وتعمل البايك وانت اكستند تعمل بالك وانت فليكسد عشان تحدد هو فاسكولار ولا نيورال فاسكولار يبقى ده
سبينال كانال ستونز. سبينال كانال ستونز من ضمن الحاجات اللي هاتوا بيكونسيدر، لان لو ستيرويد في سن صغير يعني راجل ستيرويد ما عادش يقدر يمشي، غالبا دي بعض الحالات ده اوفر انترفينشن، ده اوفر انترفينشن وايد كانال والدنيا بتمشي عشان المفروض ما تسوش. بعض العيال يعمل وايد سبينال كانال والدنيا بتتحسن معايا بتكسر، فلازم تحدد هو العيان ده هيتحسن تشتغل معاه شويه على الطبيب وتشوف الدنيا هتمشي معاك. يعني لو انت بدات معاه الراجل ده كان بيحصل له نورمال كوتيشن بعد 10 دقائق، عملنا شهر على الطبيب بدا يحصل له بعد 15 دقيقه يبقى كمل، بعد ثلث ساعه كمل 25 يبقى كده ايه؟ السن كير يبقى هو بيتحسن، يبقى قصه كده مش محتاج اوفر. عملنا شهر وستيل برضه الالم بيحصل له نورمال كوتيشن عن 7 دقائق او 8 دقائق مش 10 دقائق، يبقى ده اسمه عمليه. لازم ايه؟ عمليه. طب العيان ده الاكسرسايز بتاعتنا هنعملها كوتش دايركشن كليكشن او اكستنشن كليكشن، عشان كده قلنا في الكاتيجوري بتاعنا للاسسمنت بنعمل اكتف فيسيولوجيكال ريبيت اكتف فيسيولوجيكال كروسبايك، قلنا امبارح اكتف فيسيولوجيكال بس فيسيولوجيكال بس اكسسوري، عشان الاسسمنت بتاعنا اكتف فيسيولوجيكال بتاسست الكينيتكس اند كينيماتكس اللي هي بوست كينيماتكس اند ارثو كينيماتكس، بس فيسيولوجيكال بتاسست ارث بوست كينيماتكس اند ارثو كينيماتكس، بس الاكسسوري بتاسس مين؟ ارث بوست. ودي المنظومه الكامله عشان اتحرك عشان اجيب موبيلتي واجيب ستابلتي. ولو عندي موبيلتي وعندي ستابلتي هيبقى عندي مين؟ كنترول موبيلتي الاخر، كنترول موبيلتي يبقى مين؟ سكيل. وي ار فانكشن، وي ار بيبل. عيش تمام في السباين ما بنعملش بس الفسيولوجي، نعمل بنعمل ايه؟ اكتف وبعد اكتف ريليتد، بناء على اكتف ريليتد بطلع منها الدايركشن اوف بريفرنس الاتجاه المميز بتاعنا عشان يعمل في التمارين، وبعد كده اعمل اكتف اوفر بريفرنس، وبعد كده اعمل ايه؟ اكتف فسيولوجي بس الاكسسوار عشان اشرح لكم ليش ولا لا. ده كده خلاص المره اللي فاتت امبارح. نبدا بقى الجزء اللي يخص مين؟ انسبكشن او اوبزرفيشن. هشوف في العيان المفروض ان انا الاوبزرفيشن هشوف كام حاجه معينه. العيان ده لو اتعرض للتروما، التروما دي تيجي فورمنج ولا لا؟ رجله ورمة ولا لا؟ تيجي يعني ديفورمنج ايه؟ يعني دي كاست عظمه خارج من مكانها او هبص على السويلنج. سويلنج سويلنج بتاعنا زياده في الحاجه. سويلنج اي حاجه انفلام فيها انفلاميشن او تروما او هيماتوما بيصحبها مين؟ نزيف او سويلنج. السويلنج ده لو نتيجه انفلاميشن بالسايتس بيبقى ايه؟ نتيجه انفلاميشن. لو انت ارتيكولار بقى انفيوجن. بلادي انت ارتيكولار بيبقوا ارسولز. يبقى الورم لو في مكان يعني كوعي واحد او الانكل وارد، الانكل وارد من فوق او من تحت ومراد وذراع وكلام من ده، ده هيبقى فوز او يموت. لو الورق جوه السويلنج ده جوه المفصل بقى اسمه ايه؟ جوينت فيوجن. لو هو موجود بعيد مش جوه الكبسول بقى مين؟ سويلنج. لو جوه المفصل واصفر يعني خدنا عينه من طلع اصفر بقى فيوجن. لو طلع في بلاطي يعني احمر بقى اسمه ايه؟ هيمو اسوز. يعني هنقول نموذج على الركبه. نموذج الركبه. لو انا النهارده رجلي ورمه المكان ده، ده سوبرا باتيلا زي الاشعه اللي عرضناها امبارح في سراوند بتاع العيان. الركبه ورمه من هنا، يبقى ده سوبرا باتيلا ريفيوجن، ده مش سوبرا باتيلا سويلنج. ده سويلنج. طب لو الميه بقى جوه المفصل نفسه، يعني فاكرين الرسمه بتاعت الجوينت كبسول النقطه اللي كانت في نيومك. السودا اللي كانت متنقطه. لو في المكان ده كده بقى فيوجن. فيوجن يعني انترا ارتيكولار فلويد اكيوميشن. السوينج اي مكان اتخبط او اتعرض لتروما وين؟ اي يبقى فيه هيماتوما تروما، التروما هتعمل ايه؟ اكيوت انفلاميشن. اي انفلاميشن اعراضه ايه؟ ريد ستيتنس سوينج لوس اوف فانكشن. ده اربعه كاتيجوري او كاتيجوري سايد انفلاميشن اللي هي ريد سوينج لوس اوف فانكشن. اي خطه كسر قطع اي حاجه هيسحبها الكلام ده، يبقى اي اكيد انفلاميشن هيسحبها زياده في الحجم ده اسمه ايه؟ سويلنج. طب السويلنج ده لو الميه او الزياده في الحجم دي جوه المفصل هتبقى مين؟
فيوجن. انت الارتيكل قلت له الاكيوميشن ده فيوجن. طب لو هي بلادي هيمو ارسول، هيمو ارسول، يبقى الفيوجن البلادي اسمه هيمو ارسول. طب الهيمو المفصل ممكن يبقى اللي جوه اللي فيوجن او الشحن هو واحد، ممكن يبقى فيوجن بس ارتشاع يعني ميه، يقول لك ميه في المفصل او نزيف جوه المفصل. الميه في المفصل صاحب اي اوفر يوز او تحميل بزياده او ما بعد اي كان لون او كلام من ده، ده تعمل فيوجن وبتبقى في الام ار اي غيره. اما الهيمو ارثروزيس لازم ياتي بعد اصابه تروما. فلو انا عندي هيمو ارثروزيس لو الركبه النهارده لف وتحصل كسر جوه الركبه هيبقى هيمو ارثروزيس. لو حصل اي سي ال تير هيمو ارثروزيس، منسك تير هيمو ارثروزيس، بس بشرط يكون الجزء اللي هو بلادي بارد. بلادي اللي هو الجزء اللي فيه بلاد سملار، الفاسكولار بارد مش الافاسكولار. يعني المنسكس لو الجزء اللاترال منه، الجزء التبيلار هتلاقي ريد وايت، وايت وايت، ريد وايت، اتقطع المضروب هيعمل هيمو ارثروزيس. لو الجزء اللي جوه اللي هو الوايت وايت هو اللي اتقطع من المضروب هيبقى مين؟ انفيوجن. لما تعمل لما الجراح ياخد عينه من المكان ده هيبقى مين؟ بلط، هيبقى مين؟ بنقول الكلام ده ليه؟ لان الهيمو ارثروزيس ما ينفعش عيان يكتب هيمو ارثروزيس عمليه. يبقى اي عيان اتقطع الرباط الصليبي او عنده كيبر بيتوكراشر او كيبر سباين او فارجر او منسكال تير ما يكونش عمليه لما يحصل مين؟ الفيوجن او الهيمو ارثروزيس ده سيت سايد. لان الهيمو ارثروزيس ده تربه خصبه او الفيوجن تربه خصبه لتكوين الارثروفيبروس او الاستيتس جوه مصر. وهكذا مع معظم المفاصل. طب في حاجه ثانيه، الرجل الاثنين ورا في اوديما، الاوديما بيتنج ونان بيتنج خدناها في البطن. يبقى لو الرجلين الاثنين ورا مين وبيتنج او نان بيتنج ده قصه مين؟ بطن. طب لو الركبه بس او الانكل بس اللي وارم من جوه المفصل لبره المفصل ولا الكرايز؟ الكرايز يبقى سويلنج. جوه المفصل يبقى الفيوجن. اشوف بقى الفيوجن ده الفيوجن ولا هيمو ارثروزيس؟ قول يا حازم. نعم؟ ايوه يا فندم والله ما لها وقت. الهيمو ارثروزيس ايميديت. انت خلاص واحد نزل. الفيوجن ممكن يتكون تاني يوم بعد الخطر. يعني انا اتخبطت يجي يقول من تاني يوم. فده ممكن يكون بنسبه كبيره هيبقى مين؟ الفيوجن. لو اتخبطت والوقت بعد ساعتين اتنين يجي بقى تاني كده اوتوماتيك ده مين؟ دي مصر. سجل ده ايه؟ فهي اسئله عشان خلص. تمام؟ هيتعاد الكلام ده اكتر من مره، احنا بنعمل فرشه. دلوقتي بنحط الارضيه هبنا عليها. الكلام ده هيتعاد مره واثنين وبشكل واضح وتفاصيل تانية مع كل ريجنز. دي الارضيه بس، دي المقدمه، ده ايه؟ دي ايه؟ الانترودكشن. يبقى ده لو انا كده لما ابص هشوف حاجه عارف. ده بشوفها بقى انسبكشن. بعد كده في انا في الانسبكشن هشوف في فيوجن ولا في سويلنج ولا في اوديما ولا في هيمو ارثروزيس. هيمو ارثروزيس هنكمل مش هشوف في عيني، بس لو لقيت احمرار وازرق واخضر والوان الطيف موجوده يا كتي ده واضح. بعد كده لو هي ستكشن هشوف العيان هو واقف استاتيك وديناميك، هشوفه هو بيمشي ده باي ستكشن. على مستوى بقى المفاصل المختلفه، على مستوى الشولدر والابر ليمب هعمل اور كوادرنت سكرين. على مستوى اللور ليمب اي ديسوردر على مستوى اللور ليمب قبل ما ابدا بقى حاجه اسمها لور كوادرنت سكرين. اور كوادرنت سكرين وات ايه؟ اور كوادرنت سكرين تعني ان انت النهارده قبل ما تكشف على اي انجل او كوع او ريست لازم تسكرين السرفايفل. لان وارد الالم اللي يكون في الايد او الالم اللي عند الكوع او الالم اللي في الكتف مصدره مين؟ السرفايفل. فتبدا الاول بتعمل سكرين انسبكشن تشوف البشره بتاع السيرفايكال، بعد كده بتاسس السيرفايكال ريجن، بتاسس المايدوم والدرماتوم بتاع السيرفيكال، وبعد كده تعمل بقى مين؟ الاكزامينيشن بتاعك بتاعت الشولدر او الايلبو او الريست. وهكذا.
الجسم وبقى نطلع لمين؟ للفرع. الفرع اللي هو اوفر ليج او لور اكستريم او الاوفر اكستريم ده الفرع. جسر الشجره فين؟ سيرفايكال او ابتديت تعمل سكين ماشي؟ علق ايه؟ ده السرير اللي كنا بنتكلم عليه بعد كام ساعه وقفت هناك في عمده خلصناه. نتكلم بقى عن الدش ده باي اسكشن. البشرة عشان كيمي البشرة بالنسبة لي عندي تلات قلناها 50 مرة في الأسبوع وهنعيد تاني. عندي أربعة كيلز، اتنين برايمري واتنين سكندري. برايمري كيلز كونفكس بوستيريو كونكيف أنتيريو، سكندري كيلز كونكيف أنتيريو كونكيف بوستيريو كونفكس أنتيريو. يبقى البرايمري كيلز ده وضع الطفل في الجريد بقى عامل ازاي؟ واخد الكريشن. البريم سايد البريم الجيبز. اي فايتال اورجانز قصادها بريم الجيبز. واضحة كده بقى؟ تاني؟ اي بريم الجيبز قصادها فايتال اورجانز. يبقى السكال بريم الجيبز. الريب كيج بريم الجيبز. السكنوم بريم. هنا البرودكتيف اورجانز. هنا اللانج والجيبز. اللانج والكارديا باص. هنا السكندري كيفز هتبقى عادي مطلوب منها مريض بس الفايكل في الكنترول مع الطفل اول ما يبدا يعني. يبقى كونكيف والسيني كونتكس انتيم عكس الاول ما اقعد واخد ترانك كنترول والسيتنج هيبقى لوردوتيك كيف اوف ذا لامبر سباين. لوردوتيك كيف يعني كونتكس انتيم الكونكيف والسيني. يبقى ثلاثه كيف بس الفايكل الدورسال اللمبر السكن. هيفرق معايا ايه ده؟ هيفرق معايا ان انا في الاسسمنت بتاعي في السكريني عاوز اشوف الكيرف بتاع السرفايكل لوردوتيك ولا كيفوتيك؟ الكيرف بتاع الدورسال سباين كيفوزيس او هايبر كيفوزيس وراوند شولدر والعيال رايح كده ولا الراجل ده يخش الغلطه وصدر التاني؟ في اللمبر سباين هايبر لوردوز والراجل عامل كده ولا كيرفي بالشكل ده؟ ده هيفرق معايا وهيفرق معايا في التانيك تريتمنت وهيفرق معايا في الاسسمنت. يبقى اول حاجه ده كيرف ده كمين كسيريكال فيو. كسيريكال فيو في لسه بي اي فيو او فرونتال فيو. ابص من قدام لورا او من ورا لقدام هشوف الكيرف مايل يمين ولا مايل شمال. البلت صوب الناحيه دي ولا نفس الناحيه؟ الكيرف سكوليوزس ولا لا؟ بعد كده المفروض ان انا بشوف كمان من فوق الروتيشن لان السباين بروتيت سايد بند بروتيت ده السكوليوزس او ممكن يكون مايل يمين بس او مايل شمال بس ده اللاترال ليست. يبقى انا عندي السكوليوزس ان هو السكوليوزس مش مايل بس السكوليوزس مايل يمين ومايل الكيفوزس الكيرف زي بزياده كمين كيفوش ولاترال. السكليوزس اشوفه ايه دي ولازم يكون مين في اللاين بتاع التيبكال لاين اللي هو كروس بي في فقره رجليك يعني فقره مايله ولا ده السكليوزس. لو هي مايله بس ده لاترال ليس وده هيتشوفه كتير قوي مع عين الديس اللي هو سياتيكا سكليوزس. العين هتقول لك العيادة عامل كده وتاخد منظر وتشوفه ماشيين في الشارع. المنظر ده منظر عيان مين؟ لاترال ليس. يبقى الليمت او الشيفت البوشرال اصله لسه في البين فالراجل بيميل ناحيه البين عشان يافويد مين؟ يا اما يبعد الروت عن الديسك يا اما يبعد الديسك عن مين؟ الروت على حسب الديسك خارج جوه الاكزيلا ولا جاي بره؟ ده هتكون شرح في الحلقه بتاعتك بتاعت الامر. يبقى ده الوش رايح الجلد لسكن الكامل وهشوفه من قدام لورا ومن ورا لقدام واشوفه الكامل. الكنز ابراهيم الكنز كونكيف انتيريو كونكيف بوستيريو سكندري كيفز كونكيف بوستيريو كونكيف اي كونكافيتي بالطايب اي كونفكستي بتوين يعني كونكافيتي هتبقى طايب الكونفكستي تبقى اوفر سبيشال تويت. فبالتبعيه المصل اللي انتيريو في البرايمري كيفز بالطايب والمصل البوستيريو في البرايمري كيفز بتوين وهكذا والعكس بالنسبه لمين؟
السكن. يبقى انا كده هيبقى عندي اثنين سيناريو، ابر كوادرنت ولور كوادرنت. الابر كوادرنت معاها مين؟ ابر كروس سندروم، واللور كوادرنت معاها مين؟ لور كروس سندروم. ويك تايب تايب ويك، او تايب تايب ويك ويك. هنا تايب تايب ويك ويك ابدومينال ويك جلوتس. تايب ايزورس تايب باك ماسلز ويك ديب نيك فليكشورز ويك ابر باك من الترابيز واللور ترابيز ريس انتين. تايب الكتراليس تايب ابر ترابيز والبيترس كامل النيك اكستنس. ليه بنقول ده؟ بنقول ده عشان وانا بعمل بقى السبيشال تيست بتاعتي لكل ريجن من دي هعمل مانوال ماسل تيستنج لمين؟ للويك. وفلكسبيليتي اسسمنت طيب يعني في السيرفايكال هعمل فلكسبيليتي اسسمنت لمين؟ للاور ترابيزيس والليبيتروس كامل. واعمل اسسمنت الكنترول والستريس بتاع مين؟ الديب نيك فليكشن. هعمل مانوال ماسل تيستنج للميد ترابيزيس واللور ترابيزيس والستريس انتيريور. واعمل فلكسبيليتي اسسمنت لمين؟ للبيتروس كامل. الانتيريور بتوع الشيست. انزل تحت على مستوى اللمبر هعمل فلكسبيليتي اسسمنت للهيب فليكشنز والباك ماسلز. واعمل استرينسنج لمين؟ ستريس او انديورنس اسسمنت للابدومينال والسيكونس والكونتراكشن والتايمنج بتاع مين؟ الهيب اكستنس او الجلوتس. كملنا المحاضره بتاعت الهيب سكرين نرجع لها كده بقى عشان فيها كل التفاصيل عشان ما نقولش تاني. ده البشره هشوفه منين؟ بالجنب عشان اشوف الكيفز لوردوتك كيفوتك لوردوتك كيفوتك ولا لا؟ لوردوتك كيفوتك لوردوتك كيفوتك لوردوتك او لوردوتك من فوق كيفوتك لوردوتك كيفوتك. سيرفايكال لوردوتس دورسال كيفوتس لمبر لوردوتس سكرال كيفوتس. ده مشكلة اخده من الجنب. اخده بقى ده هيفرق معايا ليه في البيت الكيف والاجيو في لامبو سكرال الانكلينيشن ولامبو سكرال الانجلز وفي عليها كلام كتير قوي. والبيلز كتير اما يبقى انتير كتير ويبقى يوصير كتير. احنا خدنا الكلام ده لما بناخد الشيب من تحت كالكيميا سوري كده بنعمل انسبكشن انسبكشن او اوبزرفيشن للعيان فكالكيميو فيروس او سوبرينيتيك سيد اكسترنال اكسترنال جينوفيرا وصبارا والسيرفيك كتير برونيتيك سيد كالكيميو بلغم جينوفيرا انترنال تيبيا انترنال كيما كوكسا بلغا كوكسا بارا هنديله بيت الكتير كامل عشان احنا قلنا الكلام ده زي كده مع الساكرو ايليا والساكرو ايليا ديسفانكشن ولا ساكرو ايليا مين؟ انستابيكسي. بوني كونتراكشن بوني كونتور اللاكس في الليجامنت تايب ذا ماسل ماسل تون بيت اند جوين بوزيشن اند موبيليتي نيورولوجيكال كوزز البوزيشن اوف الاستراكشر ده كده كده مين؟ انواع البوشر كوريكت بوشر فول باك بلاك باك ميليتري راوند باك ده بالسايد لو خدناه بالسيرو بقى هيب هايب اللي هو التوت كولس اللي هو العين هيب من ناحيه نفس الناحيه ده كلها بشر كولس المفروض في محاضره عن بشر كولس ده هايبر بردوزس. الهايبر بردوزس هنا صح مين؟ الكول السام. فعشان كده لما بنيجي نعالج عيانين الشرطه اللي هم البروفيشنال اثليت سويمرز والكلام من ده يبقى جزء التريتمنت بتاعهم ان احنا نظبط مين البيز بتاعه كل مصر. ليه؟ عشان اظبط الهايبر بردول السن. طب اظبط الهايبر بردول السن هيعالج مين؟ الكيكول السن. لو اظبط الكيكول السن اظبط مين؟ نعالج الكورد هيب هنا. الكورد هيب يبقى ظبطت الهايبر بردول بتاع الاول تراك. يبقى عملت وايد بيظبط كل البيز سويمر او التنس شرطه. حاجه؟ البيت الكيلو لما بنتكلم في الاسباين في انتير بيت الكيلو وسيمبل في الكيلو. الانتير بيت الكيلو مع مين بقى؟ قلنا فليكشن لمبر انتير بيت الكيلو فليكشن هيب اكستنشن هيب سيمبل بيت الكيلو اكستنشن لمبر اللي هو لمبر بيت الكيلو يتراجع كويس عشان في اسئله كتير قوي. ونروح سيكونس في اكستنشن هامسترنج روتس كل ثلاث ليكرو سباين ليكرو سباين واحد اثنين ثلاثه
6 محتاجه كويس قوي هنعملها سكرينينج. السكليروز طبعا لازم يكون في روتيشن ايفالويشن انترنيشن بتاع السكليروز. هنعمل هول سباين اكس راي المحاضره طبعا عن السكليروز والجلوكوز والبوش والسوربس. عاوز ايه يا حسن؟ اقعد يا حسن، مش هنطقها لك يا حسن، مش هنطقها لك. اقعد. لا يبقى دورس
فليكشن ريست انجل ده مين؟ اللي فوق اكستنشن ديك 2 اللي 5 بلانتر فليكشن انجل اس 1 فليكشن مين؟ اس 2 فليكشن هيب ال 2 اكستنشن مين؟ ال 3 وبعد كده اعمل ريفلكسز ال 3 ال 4 والبلانتر فليكشن اس 2 على مستوى الشولدر فوق هنا سي 5 سي 6 سي 7 يبقى ريفلكس بايسكس ريفلكس سي 6 سي 5 5 الريفلكس سي 6 ترايسبس سي 7 ده الريفلكس الريفلكس بتاع السي سي انا عندي مايدوم وتبقى افرين وافرين المايدوم بتاسس الافرين والدرماتوم بتاسس الافرين والريفلكس سكر ايه كده بتقيس المسافه ولا ايه كده ابعت واستقبل ضغطنا رجالة ده كده ايه المحاضرة التعريفية بتاعت امبارح والنهاردة احنا هنقول ايه في العرض هنعمل ايه هنقول ايه في العرض اشوفكم على خير المرتبات الجاي ان شاء الله السلام عليكم مش عاوز اسئلة ولا حد يكلمني عشان هطلع اصلي